بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازاي حالكم يا احباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه واحسن حال. فيديو النهارده مش طبيخ ولا حاجه، فيديو النهارده تنظيف البوتاجاز. نظفت البوتاجاز بايه؟ شايفين منظر البوتاجاز؟ شايفينه؟ بقالي يومين سايباه اطبخ عليه من غير غسيل. شايفينه العين اتعملت ازاي؟ هنغسله بكركديه وملح ليمون. هنغلي الكركديه على النار ونحط العيون فيه. اهو حله كركديه، اهو حبه كركديه ومعلقه ملح ليمون. العيون هنحطها اهي، العيون هنحطها في قلب الكركديه ومعلقه ملح ليمون على العيون. والفونيا اللي تحت ده اهي في حله تانيه عليها كركديه برده وعليها ورق ألمونيا عشان ايه؟ يبيض. حلة تانية اهي، هنحط فيها الفوين اهي اللي تحت اهي، ورق ألمونيا، ونغلي دهوت ودهوت. هينزل الوسخة الحرجان اللي فيه على طول، بس طبعا هو كركديه مش هيبان الاسمر اللي فيه. معلقة ملح ليمون اهي على الكركديه بس كده، وهيغلوا اهو. وننضف الأرضية دي بصابون وكرور، حط عليها صابون وكرور. ولو في حتة محروقة كده اهو بنحكها بالمعلقة اهو. بصوا طلعوا ازاي من الكركديه وملح الليمون. انا كنت بنعملهم بالليمون، ننضفهم بالليمون قبل كده، بس ما كانش بيجيبوا النتيجه دي. يعني الكركديه احلى، بس بنعمل بالليمون برضو. نروح عصر عليهم ليمون النحاس ده هو برضو، بنعمله بالليمون ده كل يوم. البوتاجاز عاوز كل يوم تنظيف. والفونيا اهي بنمرتها رخره اهي، الحرجان اللي فيها راح برضو، الكركديه ضيعه اهو. ولو حته برضو محروقه بنحكها بالمعلقه، والشبكة بالكرور وبالصابون المواعين. كله طلع بالسلكة وسلكة المواعين. عملته بعد ما خلصت طبيخ عشان عاوز وقت. واحدة واحدة كده هو بالسلكة، بالسلك المواعين، مرت 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 كده هو، وبصابون مواعين. البوتاجاز بقى حطيت كرور وصابون مواعين، انا حط عليه كرور وصابون مواعين، ونمرط نمرط بالسلكه كده اهوت، وحته محروقه بالمعلقه نحكها بالمعلقه. كل يوم البوتاجاز ده عاوز كل يوم، عاوز كل يوم يتمرط. لما ايدينا باظت من كتر مرت البوتاجاز، كل الستات على كده. وراح زي الفل البوتاجاز اهو. العين الكبيرة دي اللي أنا بطبخ عليها محروقة زيادة عن اللزوم، لأن بسرعة عشان تشهلي في الطبيخ نولع عليها بسرعة. كله هيطلع برضو بالكرور وصابون المواعين والسلك، مرت كله اهو. وسواعي بنحط كربوناتو، النهاردة ما حطيتش، عملته بالكرور راح زي الفل. السلستين يتمرط يرجع جديد من تاني. حته 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 كده هو. بالسلك المواعين يطلع كله. ومرت العيون، مرت العيون ونشفتها وحطيتها اهي، راحت زي الفل.
راح زي الفل. هنولع العيون دلوقتي. ورخلق اهي. هنولعها برضو. ايوه ولحتهم كلهم اهو. وراح زي الفل البوتاجاز. والشبكه رخره مرتها بالكرور وصابون المواعين. صابون المواعين يطلع الدهون برضو. اي دهون بنحط عليه صابون مواعين برضو بيطلع. صابون المواعين بينضف برضو. وراح زي الفل ملح الليمون والكركديه. العيون خليتهم بيلمعوا العيون ازاي. والشبكه اهي. وراح زي الفل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشوفكم في فيديو جديد.